من الرفق للزوجة أن يرأف بها في مهامها وما يطلبه منها، وأن يراعي أوقات حملها ورضاعها ونفاسها، ومن ذلك صبره على ما يصدر عنها وفي النفقة عليها. ومن الرفق بها أن ينصت لها وأن يترفق في الحديث معها وعنها. من الرفق أن يلين الزوجان لبعضهما بالكلام، فلا يناديان بعضهما إلا بأحب الأسماء، ولا يصف أحدهما الآخر بما يكره من شيب أو قصر أو سمنة أو غير ذلك، وأن يكون كل منهما مع الآخر كأحب ما يحب أن يكون الآخر معه، وأن يكون مع ذلك في رفق ولطف واحترام. ومن الرفق بين الزوجين الممازحة والملاطفة واستماعهما الملح من بعضهما. من الرفق أيها الإخوة أن لا تسأل الزوجة زوجها ما لا يستطيع، وأن لا يكلف الزوج زوجته ما لا تطيق، فلا يكلف الزوج زوجته هجر أهلها مثلا. اتصلت مرة أخت متزوجة من سنة، قالت لي من سنة لم يتركني أذهب إلى بيت أهلي. والله هذا الزوج سيحاسبه الله، كيف يعني من سنة ما بتخليها تروح لبيت أهلها؟ ما هذه القسوة والشدة؟ العنف ما كان في شيء إلا شانه. ولا تطلب الزوجة من الزوج الكثير الكثير من المال. كمان بالمقابل من رفق الزوجات بالأزواج، لا تكلفيه ما لا يطيق من مسائل المال، خاصة في هذا الزمن الصعب. ومن الرفق بين الأزواج أن يحلم كل من الزوجين على صاحبه إذا أخطأ وقصر، فإن لم يتوافقا بصير زوج وزوج ما بيتوافقوا، على كل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليذكر كل منهما فضل صاحبه عليه. يعني حتى لو يصير طلاق، هذا زوجك بزمناته فضل عليك، وهي مرتك بزمناته فضل عليك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ختاما أيها الإخوة، هناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تحض على الإحسان إلى الزوجات، والكثير من الأحاديث النبوية التي تحض على طاعة الأزواج. عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم.